مشاهدينا اهلا بكم وليله سعيده للجميع. وكيف كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من شارع افغانستان بالحي الحسني، والصوره ابلغ من اي كلام. الاناره العموميه منعدمه تماما بهذا الشارع الرئيسي، واللي يعني كيدوزوا منه الماره السيارات، كل شيء تقريبا كيدوز منه. كتشوفوا الوضع كيفاش داير. حنا دابا 12 ديال الليل، ولا عمود كهربائي ولا مصباح كيمشي عمود كهربائي مشغل، يعني على طول هذا الشارع اللي كبير بزاف الاناره ما كايناش. وكالعاده كيف كنقولوا المسؤولين اوت، علاش؟ لان ما عندهمش. والمسؤولين اوت علاش؟ لان ما كيحسوش بالمواطن. لو كانوا كيحسوا بحجم المسؤوليه اللي هي عندهم واللي هي في الاساس، ولا كان كياخذوا شي خلاص راه كياخذوا لخدمه المواطن، كانوا غيهما براسهم يجوبوا احياء المدينه، او على الاقل غير جاوبوا على التليفونات ديال المواطنين. لانني متاكده ان في هذا الشارع بزاف ديال السكان غيكونوا اتصلوا بالشركه المسؤوله، ولكن لا من يجيب. يعني هذه الشركه المسؤوله، وكنقولوا يعني هذا التدبير المفوض، الشركة اللي تعطاها تدبير مرفق الماء والكهرباء، وانا نقول لها لا راه انت ماشي مسؤولة غير باش تخلصي على الفاكتورة ديال الماء والضو، ولكن راه كاين واحد الشيء في العقد واللي هو الصيانة. يعني مسؤولة انت على انك تصلحي الكهرباء، الأعمدة العمومية، الكهرباء، المصابيح اللي في الشارع، مسؤولة انك تقومي يعني بمجاري المياه، بتصفية مجاري المياه. كل ما قربت الشتاء يعني خص يكون هذاك الشيء قبل انك تقومي بالتصفيه ديالهم، بالتوسعه ديالهم. يعني انك مسؤوله حتى على الصيانه، ماشي غير ناخذوا الفلوس من عند المواطن، ولكن حنا نقوموا حتى بخدمه المواطن. كتشوفوا معنا يعني على طول هذا الشارع هو شارع رئيسي، راه ما كايناش الاناره بالمره. وحنا كنقولوا ملي ما كتكونش الاناره راه كاينين الناس. حنا كنشوفوا واحد السيد راه هو تما غادي للخدمه، اولا جاي من الخدمه ولا شي حاجه. يعني راه كاينين الناس اللي كيخدموا بالليل عاد كيمشيو للخدمه ديالهم، كاينين الناس اللي كيخدموا الليل عاد كيخرجوا من الخدمه، كاين اللي كيمشي للمدرسه ديالو خصو يخرج مع 6 الصباح اولا العمل ديالو الله يحسن العوان، كاين النساء اللي كيخرجوا مع 4 الصباح باش يلاه يوصلوا للخدمه ديالهم. يعني ملي غنخرجوا حنا في هذا الوقت، حنا ما نتكلموش على الضوء ديال الله، الحمد لله الحمد لله ان كاين واحد الضوء ديال الله سبحانه وتعالى اللي كيضوي علينا. حنا كنتكلموا ملي كيطيح الظلام، وهاد الناس، هاد الفئه ديال الناس اللي كتشتغل في هاد الاوقات، اولا كتجي من العمل ديالها اولا كتمشي له، اللي الظلام طايح، واش ما كيشكلش هاد الشيء خطوره عليهم؟ واش غدا ملي غيتكريسا شي واحد هنايا، اولا لا قدر الله وما كنتمناوهاش، ملي غيتم الاعتداء على شي واحد هنا، ملي غيتم شي حد يتكرفص على شي مرا هنا، اولا يسرق شي راجل هنايا، عاد غنقولوا احقا راه ما كانش الضو، راه كاين ظلام في هذا الشارع. حنا خصنا نتسناو حتى توقع الكارثه غادي نتكلموا، عاد تجي الشركه المسؤوله اللي غتبقى تشعل لنا واحد جوج دوايات ومن بعد غادي يطفاو. اش غنقولوا هنا؟ غنقولوا الاطفال كيلعبوا راه حقا، اولا الدراري راه كيكونوا متهورين كيبقاو يشيروا، راه شارع كامل، شارع كامل منعدمه فيه الاناره. بغينا غير عمود كهربائي واحد، بغينا غير مصباح واحد شاعر، راه ما لقيناش. غندورو وغنشوفو واش عندكم. يعني هاد الدوري غنشوف راه الضو ديال السيارات اولا ديال الاشهار، لافتات الاشهار الضو ديالهم، اما الشارع راه ما كاين حتى شي حاجه. وكيف قلت انا متاكده المواطنين غيدويو، راه ما كاينش شي شارع اللي غتكون منعدمه فيه الاناره بهذا الشكل، ولا غير واحد من السكان غيهز التليفون وغادي يتصل بالشركه المسؤوله. ولكن كيف كان هو، انا متاكده غنجي غدا لنفس الشارع وما غاديش نلقاو المصابيح، الاعمده الكهربائيه او الاناره العموميه تعطات لي هي حق، حق للساكنه، الاناره العموميه حق للساكنه، راه ماشي بقات اننا نديرو عمود كهربائي ونديرو مصباح وحتى نتسناو المناسبات عاد ندورو ونبداو نشعلوهم. يعني كيكون داكشي مناسباتي، راه الفائده من هاد الاعمده الكهربائيه اننا بشكل يومي وقت اللي كيطيح الظلام خصنا تكون المصابيح خدامه، خص يكون الضوء في الاحياء وفي الشوارع بدون استثناء، سواء الاحياء الراقيه او الشوارع
الهامشية، فين ما كنا فين ما كاين شي مواطن ولا بغير واحد ساكن خص يكون يتمتع وحقه انه يكون عنده الكهرباء العمومي. هذا الشيء راحنا كاين نضال باش هذا الشيء يوصل للبوادي، باش البوادي حتى هما كاملين تكون عندهم يستافدوا من الاناره العموميه، ولكن باقي مضاربين مع المدن فيا حسرة على البوادي. الله يحسن عوانهم. تعليق رضا كيقول لك عملات الحي الحسني والولفة ضعيفة جدا في الإضاءة. نعم يعني حتى هذه الجولة حتى لو دخلنا الأحياء راه غنلقاو نفس المشكل، وماشي آخر غير الحي الحسني والولفة، راه مشينا للإنارة نفس المشكل، مشينا للمكانسة نفس المشكل. دابا إلا مشيت لمنطقة المعارف واحد الحي راه درنا فيه مباشر، هذا دابا شي 4 أيام راه باقي نفس المشكل، يومنا هذا باقي الضو ما كاينش. أنا هاد الناس هاد الشركة اللي مسؤولة على هاد الشيء فاش كيديروا نهار كامل، الله أعلم الله أعلم. وانا متاكده ان اي واحد فينا الا ما خلصش الضو غير واحد المده ولا الماء كتزادوا 20 درهم، طالت المده شويه كتزادوا 50 درهم، ما خلصش كاع كيصيفطوا له الانذار، ما قدرش يخلص كيحيدوا لي المكانه وخصو يخلص ما نعرف 81000 ريال الله اعلم باش يرجع المكانه ديالو. يعني كيولي مسكين في فهم اخر انه خصو يخلص داكشي الواجب ديال الماء والكهرباء كذلك يخلص باش يرجع المكانه ديالو. هذا اللي ما قدرش انه يدي فاتوره الماء والكهرباء. ودابا ملي حنا كمواطنين يعني كتكون عندنا هاد العقوبات 20 درهم و50 درهم، لله اعلم واش قانونيه ولا ماشي قانونيه، الله اعلم. فاحنا واش ما حقناش حنا هاد الشركه نتابعوها لانها حارمه فئه كبيره من المواطنين من الاناره العموميه؟ راه اكيد شي واحد غيتسرق هنا، اكيد شي واحد يتعرض للاعتداء هنا، راه ما يمكنش. راه انا بغيت نهبط وندير لايف راه ما قديتش، ما يمكنش ظلام. والله يا اختي خاصك توصلي هادشي للمسؤولين، والله ما كرهنا اننا ندوزو في اي بلاصه ونلقاو الناس، على الاقل حنا راه ما كنطالبوش بشي حاجه كثيره، راه كنطالبو بابسط ابسط 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 الاشياء اللي هي بدائيه وخصها تكون، وما خصناش نتكلموا عليها كاع في 2021 لحد الساعه. حنا كوظيفه ديالنا الفضح ديال اي خلل واي اخلال من طرف المسؤولين اللي هذا الاخلال كيمس بحق المواطن وبكرامه المواطن، حق المواطن في الاناره، حق المواطن. انا القوادس كرم الله وجهكم كنستعمل هذا المصطلح الدارجي لانه هو اللي كيداول بزاف في اللعب العاميه ديالنا. محشومه كاع وحنا باقي ندوزو ونلقاو قادوس فايد ودوز على رجلك ولا بالسياره ولا بالدراجه وخصك تقطع النفس باش عاد تفوت واحد البلاصه ما غاتقدرش تشمها، مع ان هذا الشيء ساهل وبامكان ان المسؤولين يجيو يصلحوا. كيقول لك لا حقا راه الاطفال راه الدراري راه المراهقين كيلوحوا الكواط كيحبسوا، ايوا المراهقين كاملين قاطعين هذا الصف ديال الضو كامل، كاع كلشي قاطعين وصف شارع لكم. راه الناس اللي راه اللي في الحي الحسني راه عارفين شارع افغانستان وعارفين الطول ديالو. اذا مشاهدينا نتمنوا النداء يوصل، والنداء احنا كنوصلوه بشكل مباشر وصريح للشركه اللي عندها تدبير المفوض وتدبير اللي عندها تفويض ديال تسيير هذا القطاع ديال الماء والكهرباء والصيانه. هذا رساله مباشره، هذه رساله مباشره ليها، الله يجازيك بخير، قومي بالواجب ديالك. راه الواجب ديالك لا ينحصر انك تاخذي الخلاص ديال الماء والضو والاستهلاك ديال المواطنين، راه عندك واحد الواجب اخر واللي هو مهم ومهم بزاف، هي انك على الاقل تخلي المواطن كيعيش في واحد الامن، انك تصلحي هذه الاعمده الكهربائيه اللي كنشوفوا دابا. مشاهدينا بقليل منكم دمتم في امان الله، الى اللقاء.